السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الاي سي تي او Information and Communication Technology او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصف الرابع الابتدائي الترم الاول. والنهاردة تاني حلقة في المنهج ده. زي ما عرفنا المرة اللي فاتت بيكلمنا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطور اللي حصل حوالينا، ازاي نقدر نستفيد من التطور ده، وازاي كمان بعد كده نحمي نفسينا من اي حاجة ممكن تضرنا موجودة في التطور الموجود حوالينا ده. المنهج ده جميل قوي. النهاردة هنراجع على الدرس الاول وهنحل عليه اسئلة، كمان هناخد معلومات جديدة زي ما احنا متعودين. يكون معانا الكتاب وقلم، لو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فأول حاجة عندنا في الدرس الأول Active Explorer. Active Explorer أو المستكشف النشط. احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان الدرس ده فيه شخصيات هنعرفها، الشخصيات دي هنعرف عن طريقها معلومات مهمة قوي. ففي شخصية مهمة جدا اسمها ألبرت لين. ألبرت لين وهو شغال عالم آثار. عالم آثار يعني archaeologist. archaeologist، فلما أجي أقولك ألبرت لين he is an archaeologist who used technological tools، هو عالم آثار استخدم الأدوات التكنولوجية. he is an archaeologist who used technological tools، هو عالم آثار استخدم الأدوات التكنولوجية. واستخدمها ليه؟ استخدمها علشان تسهل عليه عملية اكتشاف المواقع الأثرية، أماكن الآثار. لأن طبعا زي ما احنا عارفين علماء الآثار والناس اللي كانت بتبقى شغالة معاهم من عمال وناس بتحفر وناس بتنقل الأدوات والمعدات، كانوا بيتعبوا كتير جدا وبيقعدوا يحفروا في الأماكن اللي هم شاكين إن فيها آثار، ويصرفوا تكاليف ضخمة ويبذلوا مجهودات ضخمة، ويا اما يوصلوا فعلا لموقع اثري يا اما ما يوصلوش. فده كان عملية صعبة جدا. ألبرت لين archaeologist، archaeologist اللي هو عالم من علماء الاثار، قدر يفكر واستخدم الادوات التكنولوجية او technological tools في ان هو يقدر يحدد ويستكشف المواقع الاثرية. طب ايه اهمية الادوات التكنولوجية لعلماء الاثار أو the importance of technological tools for archaeologists؟ أهمية الأدوات التكنولوجية بالنسبة لعلماء الآثار هي the importance of technological tools for archaeologists is that، إيه هي الأهمية بتاعتها بقى؟ أول حاجة allow them to explore their archaeological sites. archaeological sites أو المواقع الأثرية هي بتسمح لهم ان هم يكتشفوا ويستكشفوا المواقع الاثريه او الاركيولوجيكال سايتس دي. سمبل ببساطه، ايزي بسهوله، اند سيف افورتس اند كوستس، وكمان بتوفر الجهد والتكلفه. زي ما قلنا ان عمليه استكشاف المواقع الاثريه او الاركيولوجيكال سايتس دي كانت بتكلف فلوس كتيرة والناس كانت بتبذل مجهود كبير. فالتكنولوجيكال تولز او الادوات التكنولوجية دي بتallow them، بتسمح لهم to explore، ان هم يستكشفوا their archaeological sites، المواقع الاثرية بتاعتهم. simply ببساطة، easy بسهولة، and saves effort and cost، and saves effort and cost، وبتوفر الجهد والتكلفة. كمان بتهلب them، بتساعدهم figure out، ان هم يتعرفوا على where to dig، المفروض ان هم يحفروا فين. يبقى هي بت allow them to explore their archaeological sites simply, easily and saves effort and cost and help them figure out where to dig، تساعدهم في التعرف اين يجب ان يحفروا. ازاي بقى، ازاي التكنولوجيكال تولز دي بتساعدهم في الحاجات دي؟ طبعا by scanning the surface of the earth، ان هي الادوات التكنولوجية دي بتمسح سطح الارض حواليهم. ويعني ايه بتمسح سطح الارض؟ يعني بتدور
في سطح الأرض حواليهم in the places they want to search. دي طبعا بتساعدهم ان هي بتعمل مسح لسطح الأرض في الأماكن اللي هم عايزين يدوروا فيها. What are the technological tools that can be used to explore the Earth's surface? Earth's surface اللي هي سطح الأرض. ايه هي التكنولوجيكال تولز اللي احنا ممكن نستخدمها في مسح سطح الأرض؟ طبعا أول حاجة البيكيتشرز obtained from satellites. satellites اللي هي الأقمار الصناعية. بيكيتشرز يعني صور obtained الملتقطة اللي تم أخذها from satellites من الأقمار الصناعية. دي أول حاجة استخدمها ألبرت لين في إن هو يحدد الأماكن بتاعة الأركيولوجيكال سايتس أو أماكن الأثرية. يبقى بيكيتشرز obtained from satellites الصور اللي ملتقطة من الأقمار الصناعية. دي أول حاجة مش عايزين ننسى ده. وإحنا عرفنا إن في نوعين technological tools. أول نوع اللي هو بيعمل سكان للإيرث سيرفيس أو مسح لسطح الأرض، بيستكشف سطح الأرض من فوق. أول حاجة في النوع ده البيكيتشرز obtained from satellites الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية. طبعا البيكيتشرز obtained from satellites دي أو الصور اللي هم جابوها من الأقمار الصناعية دي it is used to obtain more information and data about the Earth's surface. بتستخدم في الحصول على المزيد من المعلومات والبيانات عن سطح الأرض. It is used to obtain more information and data about the Earth's surface. طب تاني حاجة بنستخدمها برضو عشان نستكشف الـ Earth's surface أو سطح الأرض من فوق الدرونز. الدرونز أو الطيارات اللي هي بدون طيار. الدرونز أو الطيارات اللي هي بدون طيار اللي احنا شايفينها قدامنا دي It is used to explore an area. بنستخدمها علشان نستكشف منطقة ما. It is used to explore an area. بنexplore الarea دي by using it while we are on the surface of Earth. عن طريق ان احنا نستخدمها واحنا على سطح الأرض. احنا بنستخدم ريموت كنترول كده زي الريموت بتاع الألعاب، والريموت ده كمان بيكون فيه شاشة لأن الدرونز دي أو الطيارات بدون طيار دي بيكون فيها كاميرا، فبنصور بيها الأريا اللي احنا عايزين نستكشفها ونعمل لها إكسبلور، وبنستكشف الأريا دي كلها عن طريق إن احنا نيوز عن طريق إن احنا نستخدم الدرونز دي واحنا على سطح الأرض. يبقى إيه؟ by using it while we are on the surface of the earth. ان احنا نستخدمها واحنا على سطح الارض وهي تطير في السماء ونصور بيها المنطقه او الاريا اللي احنا عايزين نستكشفها. طب تالت حاجه في التكنولوجيكال تولز اللي بتساعدنا نعمل اكسبلورنج للايرث سيرفيس او الاستكشاف لسطح الارض من فوق طبعا هي الجي بي اس او الجلوبال بوزيشننج سيستم. الجي بي اس او نظام تحديد المواقع العالمي او الجلوبال بوزيشننج سيستم. الجلوبال بوزيشننج سيستم او نظام تحديد المواقع العالمي. جلوبال يعني عالمي وبوزيشننج يعني تحديد المواقع وسيستم يعني نظام. جلوبال بوزيشننج سيستم او نظام تحديد المواقع العالمي. طبعا الجي بي اس ده موجود في كل الموبايلات الاندرويد والايفونز كمان. النظام اللي هو خرائط جوجل لو انتوا عارفينها. طبعا ده it is used to locate something by using satellites. هو بيستخدم في تحديد مكان شيء ما عن طريق استخدام الأقمار الصناعية. يبقى it is used to locate something by using satellites. إن إحنا بنستخدمه لتحديد مكان شيء ما عن طريق استخدام الأقمار الصناعية. زي ما ليجي نفتح خرائط جوجل ونعايزين نحدد مكان معين إحنا عايزين نروحه، فبيجيب لنا الخريطة عن طريق الساتلايت أو الأقمار الصناعية. عن طريق الساتلايتس او الاقمار الصناعيه ويقول لنا المكان بتاع الحته اللي احنا بندور عليها دي موجوده فين والمسافه اللي بينها وبينه قد ايه، لو عايزين نمشي هنمشي قد ايه، لو عايزين نركب هنركب قد ايه، وهنتحرك في وقت قد ايه. ده اسمه الجي بي اس او الجلوبال بوزيشننج سيستم او نظام تحديد المواقع العالمي. طب الثلاث حاجات اللي احنا عرفناهم دول التكنولوجيكال تولز اللي احنا بنستخدمهم علشان نستكشف الايرث سيرفيس او سطح الارض من فوق. واحنا عرفنا ايه هما. اول حاجة البيكيتشرز obtained
باي ساتلايتس او الصور اللي احنا بناخدها من الاقمار الصناعيه، تاني حاجه الدرونز او الطيارات بدون طيار، تالت حاجه الجي بي اس او الجلوبال بوزيشننج سيستم او نظام تحديد المواقع العالمي. طب دي الحاجات اللي احنا بنستخدمها علشان نستكشف سطح الارض من فوق. تاني حاجه the technological tools that used to locate things underground. underground يعني تحت الارض. التكنولوجيكال تولز بقى اللي احنا بنستخدمها to locate لتحديد مكان things الاشياء underground تحت الارض. ايه بقى التكنولوجيكال تولز دي او الادوات دي اللي احنا ممكن نستخدمها علشان نحدد بيها الحاجات تحت الارض؟ اول حاجة الماجنيتومتر. ماجنيتومتر او مقياس المغناطيسية. ماجنيتومتر او مقياس المغناطيسية. الجهاز اللي احنا شايفينه قدامنا ده بيستخدموه الساينتستس او العلماء علشان يقدروا يحددوا اماكن المعادن والحاجات اللي ليها مغناطيسية تحت الارض. زي ما احنا عارفين طبعا ان المعادن وعلى رأسها الحديد وبعض المعادن التانية بيبقى ليها ماجنتيك فيلد او مجال مغناطيسي. الماجنتيك فيلد ده او المجال المغناطيسي ده بنقدر نقيسه ونحدده عن طريق الماجنتومتر. الماجنتومتر او مقياس المغناطيسية. فلو في حاجة معدنية مدفونة في مكان معين ممكن نستخدم الماجنتومتر ده وهو يوضح لنا الحاجة دي موجودة فعلا في المكان ده ولا لأ، وهل يا ترى هي مدفونة في مكان قريب ولا مدفونة بعيد في باطن الارض. فده اسمه ماجنتومتر او مقياس المغناطيسية. وبعدين بيقول لنا هنا it's used to find minerals in the ground. احنا بنستخدمه علشان نحدد المينرالز او المعادن in the ground في باطن الارض. it is used to find minerals in the ground. كمان بنستخدمه to measure the magnetic field. to measure the magnetic field لقياس المجال المغناطيسي زي ما قلنا من شوية. ده اول حاجة اللي هو الماجنتومتر او مقياس المغناطيسية، ودي اول تول بنستخدمها علشان نعمل لوكيت او نحدد مكان things underground الاشياء تحت سطح الارض. تاني حاجة بنستخدمها ground penetrating radar. ground يعني الارض، penetrating مخترق، penetrating يعني مخترق، radar اللي هو رادار. الرادار المخترق للأرض هو تول برضو بنستخدمها وبيستخدمها الساينتستس أو العلماء، وبيمشوا بيها على سطح الأرض فبتعمل موجات تخترق سطح الأرض وتنزل تحت سطح الأرض وتحدد الأجسام المدفونة جوه سطح الأرض. ده اسمه Ground Penetrating Radar أو الرادار المخترق للأرض. Ground Penetrating Radar أو الرادار المخترق للأرض. طب ده بنستخدمه ايه؟ It's used to find buried objects. بنستخدمه علشان نجد ال buried objects او الاجسام المدفونة in the ground. buried يعني مدفون، objects الاجسام، in the ground في الارض. يبقى it is used to find buried objects in the ground. بنستخدمه to find buried objects in the ground. بنستخدمه علشان نجد الأجسام المدفونة في باطن الأرض زي ما قلنا من شوية، أو في الأركيولوجيكال سايتس. الأركيولوجيكال سايتس أو المواقع الأثرية زي ما قلنا من شوية. آخر حاجة عندنا النهاردة هديك مجموعة الصور اللي قدامك دي وجايب لك في النص اختيارين. أول اختيار زي ما أنت شايف It is used to locate objects on the earth surface. بتستخدم علشان نجد الأشياء على سطح الأرض. It is used to locate objects on the earth surface. بيستخدم علشان نجد الأشياء على سطح الأرض. وتاني اختيار It is used to locate objects. بتستخدم علشان نجد الأشياء تحت سطح الأرض. فالمفروض هنوصل أنهي صور بالاختيار الأول وأنهي صور بالاختيار التاني يا أصحابي؟ شاطرين طبعا. أول حاجة هنوصلها الدرونز والساتلايت والجي بي اس. ده أول اختيار اللي هو it is used to locate objects on the earth surface. اما بالنسبة للماجنيتومتر، الماجنيتومتر او مقياس المغناطيسية، والground penetrating radar او الرادار المخترق للارض، الاثنين دول هنوصلهم بالاختيار الثاني اللي هو it is used
to locate objects أو بنستخدمها علشان نحدد أماكن الأشياء تحت سطح الأرض. وطبعا مش هنوصل الترين أو القطار ده بأي حاجة لأن هو ملوش دعوة بالدرس النهاردة أصلا. بكده نكون أنهينا درس النهاردة ورجعنا مراجعة شاملة على lesson 1، وكمان حلينا عليه سؤال بيوضح لنا كده المعلومات اللي لازم نركز عليها. وإن شاء الله هنكمل شرح الدروس اللي جاية، هنحل كمان أسئلة على يونت 1 كلها وعلى المحور الأول كمان، وهنذاكرها مع بعض بحل أسئلة كتيرة عليها. ما تقلقوش، هنحل أسئلة كتيرة إن شاء الله مع بعض. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.